السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابة، دينا بلايلان دوك نهاودو نورمالمون جهة سونتر فيل. عندي وجهة ماشي الحود حصولي يروحو على عمل كل مرة ولي دينا نبدو ان شاء الله. نشوفو البوست وش كاين. السلام ورحمة الله مشروع واعتمادها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن
التهميس الشديد خلال النقاش. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تواصل اليوم بنفس الروح جهودها الرامية لمساندة أشقائها في جوارها المباشر وعلى الصعيد القاري في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة العابرة للقارات. للحد من حوادث المرور سيتم قريبا الاعتماد على تقنية الفيديو عبر الطرقات لمراقبة السائقين والمتهورين ورصد المخالفات المرورية، وما كشف عنه في وقت سابق مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني. لتغطية طلبات متزايدة على مادة الحليب خلال شهر رمضان، تم رفع معدل الإنتاج إلى 40,000 لتر يومياً بعد تدعيم الولاية بحصة إضافية تسمح بالتمويل الدائم عبر مختلف الأدوات. زهير الحدوق رئيسة مكتب مموري مديرية تقرير التجارة بمحافظة حدث زميلة فوزية الكرموش. يقبل لقاء تضيء الخاصة بالأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان. عندنا كاين السوق الجواري ما قبل المينا مخصص كمية 2000 متر يوميا، بالإضافة إلى السوق الجواري الخاص بشهر رمضان البوني أحمد البوني كيف 2000 متر يوميا. السوق الجواري الخاص أو الكائن في الحبار بكمية 2000 متر يوميا، بالإضافة إلى السوق الأسبوعي تاع المينا ديا بكمية توفر يوميا 2000 متر. إضافة إلى نقاط البيع التابعة لمجمع جبلية اللي هي ديزوخ، كاين عندنا نقطة بيع في صعيدي، نقطة بيع في البوني سونتر في المركز، نقطة بيع في البوني في بوزعرورة، ونقطة بيع أخرى في برعميش. نقاط البيع هذه اللي ذكرتها لكم الكل راهي تتمول يوميا بكمية 2000 متر يوميا. وضبطت مديرية التجارة برنامجا خاصا بتمويل الأسواق الجوارية ب2000 لتر يوميا من الحليب المدع. عادة استهلاكية تعود كل سنة مع حلول الشهر الفضيل حركية غير معتادة عبر الأسواق، زيادة في معدل الاستهلاك اليومي للمواطن ما يستوجب وضع برنامج مضبوط لعدم التبذير والحفاظ على الميزانية المحددة لكل فرد. رفورتاج في الموضوع لزميلة العرض والطلب عز الدين نواصر رئيس المكتب الولائي بعنابة. أولا ما ينطبق في شهر رمضان هو قانون العرض والطلب، كل الناس في وقت واحد استهلك نفس المواد، استهلاك مفرط الزيت، استهلاك مفرط العجائن، مادة السيد الوان، وذاك هذا العادة تاعنا في رمضان. الفطيرة كل يخدموا الجلابي، احنا كل نخدموا الكسرة، نقلوا كل البولاك، هذه كل استهلاك مفرط الزيت، استهلاك مفرط السماد، لكن معالجة فيها التاجر والقناعة تاعو على خلاف قانون المضاربة، وفيها مشاعر واحد وخرسي وهو الخبير الاقتصادي عبد اللطيف بالغرسة يرى بأن الأصل في شهر رمضان هو انخفاض معدلات الاستهلاك، ولكن الواقع يكشف العكس بالنظر لاختلال ميزان الاستهلاك لدى المواطنين، منوها إلى ضرورة استشعار الجانب الروحي لشهر رمضان المعظم. يجب على المستهلك من جهة وعلى البائع من جهة أخرى أن يأخذ قدسية وخصوصية هذا الشهر بعين الاعتبار. الأصل علميا عقليا أن الاستهلاك سوف ينخفض من ناحية الكمية، وإذا انخفض الاستهلاك من ناحية الكمية فسوف ينخفض الاستهلاك من ناحية القيمة. ومن جانب التاجر الأصل أنه يأخذ ما يسمى بزمام المبادرة النفسية المعنوية، ويعمل على جعل تخفيضات إذا تحالف التجار يبيعون نفس السلعة أو السلعة المتشابهة، فإنه نفسيا يعني يتم تخفيض الأسعار 1% 2% 2.5%، فإن الأمر سوف يجعل المستهلك يطمئن. ترشيد الاستهلاك في رمضان من شأنه الوصول بالفرد إلى تحقيق مراد الصيام، وهو راحة البدن وشحن النفس بالإيمان، وقديما قيل الفتنة تذهب الفتنة. أطلق قطاع تكوين المهني اليوم مسابقة وطنية مفتوحة لكل متربصي ومتمهن مؤسسات تكوينية في 5 محاور أساسية، منها الإنتاج الصناعي، حفظ القرآن الكريم، والنشاط الثقافي والرياضي.
المسابقة تتواصل لغاية 15 من رمضان. وعم يتحدث مدير التكوين المهني والتنمية الولايتي عن هباء عبد القادر زبار في ميكروفون زميلة عبد الستار. تتمحور هذه المسابقة أو سيتسابق مطربس ومتمهن القطاع على المستوى الوطني في خمس محاور. هذه المحاور هي مسابقة لأفضل منتوج صناعي ومسابقة أخرى لمسابقة أفضل عمل ترويجي لقطاع التكوين التعليمي المهني، مسابقة ثالثة لأفضل حافظ للقرآن الكريم، ومسابقة رابعة لأفضل عمل ثقافي، إضافة إلى مسابقة أفضل فريق لأفضل تصفيات ولائية تليها فيما بعد طبعا تصفيات جهوية ثم هناك تصفيات الوطنية، وسيتوج طبعا الفائز في الأخير لجوائز طبعا ربما ستكفل بها الوزارة. في أخبارنا الثقافية أجندة متنوعة للمهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية الحضارية هذا الخميس 30 من مارس بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الفنية الجزائرية الأصيلة، بالإضافة إلى عروض فكاهية ومداخلات وورشات تكوينية للأساتذة والباحثين ضمن الطبعة 16 للمهرجان التي سيحتضنها المسرح الجهوي عزيزان الجوبي إلى غاية 4 فبراير. بهذا نأتي إلى طيورك النشاط. كيرون بالعمل. مديرية التجارة بعنبة تؤكد رفع حصة الولاية من الحليب المدعم. وفي النشرة وقفة عند أهمية ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان. قطاع التكوين المهني يطلق مسابقة وطنية خلال شهر رمضان تضم عدة تخصصات. وكما تبعتم أجندة متنوعة للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية في طبعته 16 بولاية عنبة. مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله. إذاعة عنابة تتمنى لكم رمضان كريم. الأحوال الجوية. بالنسبة لتوقعات المواد إن شاء الله تسد الأجواء بعض السحب السبيل خلال الصباح ثم تصل الشاطئ إلى مغشى جزئيا، أما الرياح تتعب متغير في اتجاهات إلى شمالية غربية 13-20 كم في الساعة. درجات حرارة القصر مرتقبة اليوم وتتراوح عموما ما بين 22 درجة و 28 درجة على المناطق الساحلية وما بين 30 درجة و 32 درجة على المناطق الداخلية. بالنسبة لدرجات حرارة الدنيا المتوقعة ليلة المقبلة وصبيحة يوم غد ستقارب 12 درجة بعنبة، 10 درجات بالطرف والجنة، 16 درجة بسكيلة و 7 درجات بسخارة. أما حالة البحر يوم غد بحبيبها فيكون جميل وحالي. الأحوال الجوية. وبسرعات تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة على المناطق الساحلية
وتهب شمالية غربية بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة على المناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس. درجات الحرارة القصوى المرتقبة ليوم غد ستكون حارة نسبيا وفوق معدلها الفصلي، وعليه نتوقع 29 درجة بكل من الطارس عنابة وجلمة، 27 درجة بسكيدة، 23 درجة مرتقبة بفقاعة. حالة البحر اليوم غد يبقى البحر هادئ بحول الله. هذا ما لدينا، طابت أمسيتكم وشكرا. إذاعة الطارق الجهوية قدمت لكم الأحوال الجوية. وزارة الدفاع الوطني قيادة الدرك الوطني القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتعرف، إعلان عن تجنيد في صفوف الدرك الوطني لفئة الطلبة الرتباء المتعاقدين. الشباب الراغبين في التجنيد في صفوف الدرك الوطني كطلبة رتباء متعاقدين للموسم الدراسي 2023-2024 الذين تتوفر فيكم الشروط التالية: الجنسية الجزائرية، العزوبة، الإقامة بولاية الطارف، القامة 1.70 متر على الأقل، اللياقة البدنية الجيدة، الوزن 58 كيلوغرام فما فوق، الرؤية 10/10، السن البالغين 18 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر. المستوى الدراسي: متحصلين على شهادة التعليم المتوسط السنة الأولى ثانوي أو السنة الثانية ثانوي في مختلف الصفحات. تكوين الملف: طلب خطي، شهادة ميلاد المعنية، شهادة الإقامة، شهادة مدرسية، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، صورتان شمسيتان، حافظة ملفات ورقية. تقدموا إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك تضامنية جماعية لفائدة الأشخاص بدون مأوى. نورتين
هنا يعني العمل التضامني قائم بذاته مع السيدة التي تشرف على العملية، وهذه العملية التضامنية وإعداد وجبات الإفطار بالخاصة في شهر رمضان الكريم. سيدة أنيسة بودورين رئيسة جمعية الأمل لترقية وحماية المرأة والطفولة المعسرة. طبعا سيدتي مساء الخير ومرحبا بك عبر أمواج القناة الأولى مباشرة. مساء الخير وصحة رمضان. مساء الخير والسلام عليكم المستمعين وعمال كامل القناة الأولى، ونتمنى لكم رمضان مبارك ومن بالهنا والسعادة إن شاء الله. شكرا سيدة أنيسة بودورين. سيدة أنيسة بودورين، كيف تتم عملية يعني تحضير الوجبات للأشخاص دون مأوى هنا بمركز بن عاشور بالبليدة؟ تفضلي. احنا كما كل العادة في كل سنوات رانا من 97 نشطوا فيها في الميدان التضامني ما شاء الله مع الأخوة المعوزين وهذو اللي بدون مأوى هما اللي أفضل من الآخرين خاطش محرومين من الجوع عائلي كامل. احنا نحضروا عملية تضامنية في كل سنة نديروا ميدان رمضان وثاني توزيع قفص مواد غذائية للعائلات. طبعا يعني يكون بالجمعية الجمعية الأمل ولا بالتعاون مع المحسنين؟ المحسنين تعاون، ولكن زيت الجمعية من ميزانها ومن قدرتها تقوم بالعملية. كي تبدأ العملية ما تحبش ولو ما كاش محسنين هي تكمل عملية تحام. سيدة توزيع ثاني نعم نوردين أدخل لك وزعت لهؤلاء المعوزين. أكيد راهو مدرج في سؤالي الثاني. طبعا كيف يتم يعني توزيع الوجبات الغذائية وجبات الإفطار لشهر رمضان ولا حتى القفص المواد الغذائية للمحتاجين خاصة للأشخاص بدون مأوى هنا في المركز؟ نعم، في المركز هنا كما هذا مركز يستقبلوا فيه الناس ما كنا عدنا بدون مأوى. شوفوا شوفوا يا ناس شهرنا مبدا، شوفوا شوفوا يا ناس شهرنا مبدا، شوفوا شوفوا شهرنا مبدا.
في القروان واختلفوا على تاريخ مولدها، إلا أنهم أجمعوا على طيب منشأها وغزارة علمها اللي في التاريخ خلدها، هي خديجة بنت الإمام صحنون، خديجة بنت عبد السلام ابن سعيد ابن حبيب التنوخي، الفقيه القاضي قاضي قضاة القيروان، صاحب المدونة في الفقه المالكي، المرجع الأساس للمذهب المالكي في الدار الإسلامي، واخت العالم الكبير محمد بن صحنون صاحب أول رسالة في التربية والتعليم وهي آداب المعلمين، قال عليها ابن الجزار الطبيب الأديب المؤرخ، قال كان إمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب، سمحا بما له، كريما في معاشرته، نفاعا للناس، مطاعا جوادا بماله وجاهه، وجيها عند الملوك والعامة، جيد النظر في الملمات. المرأة العظيمة نشأت في دار علم وعلماء، هي بنت دار صحنون وما أدراك، دار صحنون الشهيرة اللي في القيروان اللي نوه بها المؤرخين والعلماء واصحاب الشان، وقال ابن حارث على هالدار قام سؤدد العلم في دار صحنون نحو 130 عاما من ابتداء طلب صحنون وأخيه إلى موت ابن ابنه محمد ابن محمد ابن صحنون. وهالدار اللي فيها مكتبة عظيمة استنفعت منها خديجة بنت الإمام صحنون منفعة كبيرة. هالمكتبة اللي فيها تدوين ما سمعه أبوها الإمام في مصر والمدينة من الحديث والمسائل الفقهية، وكان يعتز بما دونه ونشراه من كتب كما يظهر في تراجمه. وكانت خديجة بنت الإمام صحنون كما حكاوا عليها من خيار النساء ومن أحسنهم ومن أعقلهم، كانت عالمة من كبار علماء عصرها اللي اخذوا على الإمام صحنون وصاروا على دربه منهجه وسلكوا مسلك قيمته في العلم وبهرجه. كانت تستفتى في أمور الدين وتحل المسائل بدراية العارفين، وكانت لها قدرة باش تلقى القبول لمعضلات الأمور، وهذا مما منحها ربي من حصافة في الرأي وسواب في الفكر وكمال في العقل. ما خذتش خديجة على أبوها كان العلم، لا، بل زادت خذت المنهج اللي صار عليه بأخلاقه بحسن معاملاته بالأخصال اللي قل ما تجمعت في غيره وتجمعت فيه، حتى يقولوا أنها ورثت عليه الورع والكرامة والزهد في الدنيا والملاحة مع رقة القلب وغزارة الدمعة والخشوع الظاهر والتواضع وسلامة الصدر وكل ما تطلبوا هالأمور من مجاهدة وصبر. وكان بوها الإمام صحنون يحبها حب كبير ويستشيرها في أهم الأمور سواء كان الأمر كبير ولا صغير، حتى أنه وقت اللي تعرض عليه القضاء ما قبلوش إلا بعد ما اخذ رأيها. كانوا العلماء يخافوا من تولي القضاء، يخافوا من المسؤولية أمام الله وعباده، ويخافوا من الظلم في الأحكام إذا ما غلبتهم ضغوط الحكام، ويحكيوا على أنه الإمام صحنون وقت اللي أعلم أنه تقرر يعينوه قاضي في القيروان فجعوا القرار والأمر عليه هال وتمنع وتملص، لكن الأمير محمد بن الأغلب اللي شد في فترة 226 هجري الموافق 841 ميلادي إلى سنة 242 هجري الموافق 856 ميلادي غلظ عليه غلظة شديدة وحلف عليه بأشد لمنات باش يكون هو قاضي القضاة، وبلغ بالإمام صحنون من الحزن والغم من تالى هالقرار اللي حمله ما حمله من هم، وتخلى على بنته خديجة وقال لها قوله الشهير اليوم ذبح أبوك بغير سكين. ورغم رغبة من الرغب فيها وفي الارتباط بها عاشت خديجة بنت صحنون حياتها وما كتب لهاش باش تتزوج، وهالحكاية لا أثرت عليها ولا على عيشتها ولا على الثنية اللي سلكتها، مرضاتش اللي مرضاهاش بوها ولا أخوها في رأيهم اللي طلبوا يدها وخطبوها. قال أبو داود العطار فيما يحكي أرسلني أبو جعفر أحمد بن لبدة ابن أخي صحنون لأخطب له خديجة من أبيها، وكانت من أحسن النساء وأعقلهم،
فذكرت ذلك لصحنون فقال لي هممت بذلك وسكت. ثم أتاه ابنه محمد فاستشاره ولم يجب بالخطبة، أي لم يوافق، وتوفى صحنون. يقول أبو داود العطار فأرسلني ابن لبدة إلى محمد ابنه فذكرت ذلك له فقال كيف أتجاسر على ما لم يصنعه أبي، فسكت عنه حتى توفي محمد. فأرسلني إليها، يعني خديجة بن صحنون، فقالت ما لم يفعل أبي وأخي أنا أصنعه لا أفعل أبدا. وعلق المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب على هالخبر وقال لعمرك إنما منع خديجة من الزواج بقريبها العالم الحياء والحشمة التي فطرت عليها، وكأنها أرادت احترام نية والدها وأخيها، ولو أدى ذلك الانقباض إلى تضحية شبابها والاقتصار على أشغال حياتها بما يرضي الرب من صلاة وعبادة ونصيحة وإفادة. وتوفات خديجة بن صحنون وهي صبية بكر وعلات مرتبها في الزمان، وكانت صاحبة شان، وكانت وفاتها عليها رحمة الله في حدود سنة 270 هجري، ودفنت بحذا أبوها في مقبرتهم المشهورة بيهم واللي بقات شاهدة عليهم قرب مقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي المعروف في أوساطنا الشعبية بالسيد صاحب الجاه رضي الله عنه. والكل حديث معنى وساس، وسر الحديث في صدق الاحساس، واذا اللي حكيناه فيه هيك الخرافه للترويح يقعد الصحيح ديما عند اهل التاريخ. عطر زمان يوميا في الشهر الكريم. عطر زمان مع عماد الورغي. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج رمضان ملء قلوبنا مع وليد التليلي. يا رب صل على المختار من رمضان والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر. يا رب صل على المختار من رمضان والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر. يا رب صل عاشق من حول الحرب يبقى في الدش
يصير حتى يصير. بعطونا الثقافة بس مرحبا بكم معنا وين يوصلكم صوتنا الخاص مع المواعيد والبرمجة الخاصة بالسهرات الرمضانية في مختلف الفضاءات الثقافية. والآن تحكيه على مجموعة من العروض اللي يحتضنها المسرح البلدي في دورة أولى. هناك طبعا العديد من السهرات بالإضافة إلى السهرات الأخرى التي يحتضنها أيضا هذا الفضاء الثقافي العريق الجميل جدا. ومحليهم السهرات كيف دير في المسرح البلدي في شهر رمضان. أكثر تفاصيل نحكي فيها مع ضيفنا مدير الفضاء الفنان الممثل والمخرج إكرام عزوز. مساء النور، أهلا وسهلا بك. ألو مساء النور، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس. مرحبا بك، مرحبا بك. يعيشك، كل عام وانت حيب كثير. يعيشك، كل عام وانت حيب كثير. سعداء انك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. رح نحكي كما قلت على البرمجة الخاصة بالمسرح البلدي. نعرفوا انه كل الفضاءات الثقافية تحاول في شهر رمضان انه تخلق حركية فيها تستقطب من خلالها اكثر عدد ممكن من الجمهور، وهذا يكون من خلال البحث عن عروض تكون مختلفة، تكون متنوعة، يعني كل تحاول تلبي كل الأذواق. كيف اشتغلتوا انتوما على النقطة؟ يعني حاولنا انه على طيلة شهر رمضان، معناها فينا من نهار 25 من شهر مارس، معناها ثاني يوم رمضان، فينا في سهرات رمضانية وتستمر إن شاء الله إلى يوم 19 أبريل في برمجة متنوعة وثرية من كل فعل الأدوار أيضا. معناها برمجة بدأت تقول العجوزية عرض حضرة، ثم دخلنا في المسرح مع كرهنانة مع معز الدومي، وكان كل سعادة جدا باستضافة أيضا كالعادة في افتتاح مهرجان المدينة بتونس اللي كان في عرض خاص أفضل رمضان. بعض الأحيان أقول إذا أردت قياما من نوع هوكر عالي جدا ولو بصدقة إلا صغيرة يخرج في ذات العام في ذاك اليوم يريد أن يتقرب لله بذلك، يريد أن يكون من أهل رين القيام، من أهل الليل كما سموه، رأيت كيف؟ فبعد ذلك يحاول أن يشغل نفسه بالأذكار خلال اليوم، أيضا سماع القرآن. إذن أنت هناك كم من الصور ستصل إلى قلبك، كم من السماعات ستصل إلى قلبك، كل هذا تهيئة لك. طبعا قبل النوم الإنسان قد يصلي تراويح نوال ثم يعزم، كيف؟ أنه يتخيل نفسه في قلبه. أنا ونعلم بأن الإنسان تراويح ثم يقوم الليل، يكتب عند الله ممن ذكر الليل كله، صح؟ هذا من نعم الله تبارك وتعالى على رحماته. نعم نعم. ثم بعد ذلك إنشاء يحضر مطالبه، سمع الشيء إذا حضر مطالبه من الليل قبل النوم، فيتي قال أنا ما أريد من ربه في الليل، أريد رضا، أركز على هذا وأضع بعد ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى تقصيري. طيب أنا عندي هم في حياتي، عندي هم في أولادي، عندي مرض، عندي كذا، بدل أحضر نفسي، ماذا أريد من ربي؟ أحضر مطالبي، أحضر ما أتوسل به إلى ربي تبارك وتعالى، أحضر أسماء الله الحسنى لأني سأستعملها كثيرا وأنا أتحدث عن ربي في هذا الأدب هو من أمرنا، هو من طلبنا، صحيح؟ ثم بعد ذلك أقوم الليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقوم من النوم يعني دعاء الاستيقاظ يتوضأ ثم يقرأ أواخر من سورة آل عمران يقرأها صلى الله عليه وسلم، ثم عنده دعاء آخر رأيتي يقوله، تدخل فقط ستجد هذا الدعاء، ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يبدأ في قيامه صلى الله عليه وسلم. هذه طريقته. طيب نحن عندما نقول الصورة التي أحبها أن تكون في ذهنك أنك لست وحدك، جميل الزوج من تبعه حياتك جميل جدا، لكن إذا قام الإنسان وحده، وأنا أحب في القيام الخلوة حتى لو بدأ الإنسان التهجد مع أهل بيته أو في المسجد، لأنه أيضا القرب من الخاشعين يعطي الخشوع للقلب. لكن هذه الخلوة مهمة أن يكون الإنسان لوحده في القيام الليل أيضا.
فمع هدوء الليل سكون الليل قلنا أيضا لو الضوء يكون خافت غير ضوء كبير، وإنما القيام يكون مع ضوء خافت بعض الشيء يستحضر راحة نفسية. فإذا كان يستطيع يعني أن يقرأ من غير المصحف يقرأ، إذا استطاع أو لم يستطع قرأ من المصحف نعم في قيامه مع ضوء خافت يستطيع أن يقرأ به. ولكن لابد أن يعمل شيء هو ليس لوحده. تعرف نوال في الحي مثلا 10 بيوت قامت في القيامه، كيف تراها الملائكة من السماء مثلما نرى نحن النجوم في السماء، مثلما نهدي مثلما نرى نحن الكواكب في السماء مضيئة، يرى الملائكة بيوتنا بيوت القائمين يراها هكذا يفرح بهذا فرحا شديدا. ترى ماذا يحدث؟ يبدأ الإنسان بقيامه لقراءة القرآن بصلاته، تنزل الملائكة تجلس رئيس كأنها لا تتحمل أن تكون بعيدة، فتنزل علينا تدخل بيوتنا ودخول الملائكة البيوت دخول بركة دخول نور، فتجلس عندما تستمع. أيضا جاء في الحديث وفي الأثر أيضا لأن حتى عمار الدار من الجن الصالح يحب يجلس في السماء، والملائكة بعد ذلك تؤمن على دعاء يذكر تعرف هذا عن سلف قال عبد قام يقيم الليل تناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، ينزل عليه من الله تبارك وتعالى. وهذا هو عطاء الإلهي. إذا يبدأ الإنسان بعيدا عن ضوضاء الناس، بعيدا عن شغط الحياة، تعب الحياة، روتين الحياة، يجلس هذه الجلسة ويقرأ كما قلت 10 الأواخر من سورة آل عمران، ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء ويستحضر الذات الإلهية، يستشعر نوال ذلك الدعاء، يستشعر بمعنى يحس بأن الله يناديه، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يستشعر هذا النداء الرباني في نفسه ويقول له، يتكلم في مناجاته، ربي أنا ها هنا، أنا حاضر يا رب العالمين، لست في قائمة الغافلين ولا في قائمة المعتدين، ولست يا رب العالمين أيضا في قائمة المعتدين الذين بهذا الوقت الغالي المقدس عنده يفعلونهم غير ذلك. أنا حاضر فاهم بهمومي بهمومي بأحزاني بقلقي على مستقبلي بدافع عني، هل أنت راض عني؟ هل أنا من أهل الجنة؟ ولله عتقاء من النار في كل ليلة، نحن في الشهر ليس ككل الشهور كنا هذا الكلاس، رأيت كيف؟ حين ذلك تبدأ أن مع هذا الذل وهذه الانتصار نعم لله وهذا الخضوع والخشوع وهذه المناجاة تبدأ مساحة الإيمان تتسع في قلبك وتحس بالقرب وبالأنس، وهنا تبدأ العطايا الربانية تنزل وتبدأ هذه اللذة والأشواق تدخل قلب الإنسان، والله لذة لا تشبهها لذة، نسأل الله أن لا يحرمنا منها. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. طيب في مسألة القيام هل فيه ركعات معين عددها معين أم ما شاء؟ لا ما شاء الله ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه كان يقرأ أو يصلي ب13 ركعة مع الوتر، وجاء عنه أيضا أنه كان يصلي ب11 ركعة مع طبعا الوتر، ولكن إذا قلنا صلاة النبي فنتصور النبي كان يقرأ بالطوال، نعم رأيتنا أصور، ولكن يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن، وجاء في حديث النبي أيضا أنه من قرأ حتى ب10 آيات قال لم يكتب عند الله ومن قرأ ب100 آية كتب عند الله تبارك وتعالى من القانتين، ومن قرأ ب1000 آية كتب من المقنطرين، وجاء أيضا في رواية من قرأ ب2000 كتب من المجيبين، يعني الذي يستجاب له إن شاء الله. إن شاء الله يكون جميعا لمن يسمعنا إن شاء الله اليوم ترفع الهمة إن شاء الله لهذه القيام على لما بقيت نعم، وقلت يعني نشوف فيه ضيف سريع صحيح سريع وخفيف وسريع سيجد صعوبة في 10 أيام صح فعلا فعلا الاستعداد يبدأ من اليوم، بارك الله في جزاك الله خير. على كل حال نفتح لكم المجال ليس مطورا ربما لأنه قيم الليل خذ من الوقت الكثير، ولكن حتى نسمع مداخلتهم على أرقام الهاتف 0 20 12 0 20 92 92.
سيدنا؟ 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 نعم شكرا. سيدنا نوح ابنه كافر، النبي الذي كان ابنه كافر هو سيدنا نوح عليه السلام. شكرا يعطيك صحة، مع السلامة. مرحبا كلمة أخرى. ألو مساء الخير. ألو من معنا؟ أنا في الحفلة. الحمد لله. رقم 21. اتفضلي يا مريم. الإجابة هو سيدنا نوح. نعم شكرا مريم ساحلي على التواصل، مع السلامة. مساء الخير، مسابقة دينية الإذاعة عنا. أنا مساء النور عليك يا عبد الحكم، هاي رقم 6. اتفضلي يا سامح خضران. نعم من فضلك يا عيسى. النبي الذي كان ابنه كثيرا هو سيدنا نوح عليه السلام. شكرا. العفو رب القبولين ومنكم صالح الأعمال والصيام. آمين يا رب إن شاء الله. شكرا. الو إذاعة نابل. الو مساء النور. المسابقة الدينية. مساء النور، شكون معنا؟ معك رقم 5. اتفضلي يا صالح. هو سيدنا نوح عليه السلام. شكرا. صحة بعد فطورك. مع السلامة. إذاعة نابل مساء الخير. الو دعت عنا بمساء نور، شكون معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم نوتة سابقة رقم 16. اتفضلي يا رانيا. نعم اذا النبي الذي كان ابنه كافرا هو سيدنا نوح عليه السلام. شكرا رانيا زوار، مع السلامة. دعت عنا بمساء نور. الو نعم رنا معك، شكون معنا؟ العزازقه فاطمه رقم 1. رقم 1 عزازقه، تفضلي. النبي الذي ابنه كفر هو النبي نوح عليه السلام. شكرا فاطمه العزازقه، مع السلامه. شكرا. إذاعة عنابة مساء النور. لا لا خويا مراد صوتني عند عبد الحق بركة وما عنديش حق الشارك أنا. نعم زميلنا مراد يبلغ لك التحيات. عيشك الله يسر وشكرا لكم. الكادروسي الكادروسي. نعم وما وناقص لي ما تابي غير حل علينا الغالة برك. اني والله غير صوتني هاك معدي في ديراكتك في 36 احس بالولاية هاك في المباشر يا الكادروسي. بركة غدوة. تفضل يا كدروسي اني معاك. يا اخويا معاك كدروسي رقم 36. مرحبا من ولاية الطالف رقم 36 من الشافية. والله يعني ياسر امبيونس من اعالي البراج. البراج اولا شوية والله يعني الولاية المضرورة هي عنابة. صح كلمة. ربي يجيب الخير والصحة بطوركم والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا للتدريس وتحية لناس الطارف. كما تقول الأخت زرقاوي ياسر أمبيونس. ياسر أمبيونس، نعم بالفعل. هي صحة خويا. شكرا يعطيك صحة. ألو إذاعة عنابة مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معنا؟ بن جدو أنس. الوطن يا أنس. أنا أول مرة أشارك. أول مرة في المسابقة هذه. 31 يا أنس، تفضل. النبي الذي كان ابنه كافرا هو نوح عليه الصلاة والسلام. شكرا يا أنس، رقمك 31، مع السلامة. إلى اللقاء. 40 54 54 54 89 إلى عنابة مساء النور. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، إذاعة عنابة معك. الأخت هديل عطيلية. أول مرة؟ أول مرة. هديل عطيلية الرقم تاعك 32، تتعيط لنا قلنا رقم 32. أها، السؤال تاع اليوم. أها. السؤال تاع النبي الذي كان ابنه كافرا. الرسول أو النبي.
الذي كان ابنه ولده كافر. نعم. هو سيدنا نوح. نعم. شكرا يا هديل. لا. يعطيك الصحة مع السلامة. اتصال اخير مساء النهار. ان شاء الله تكون الاول ولا الاخير. الاخير في الاتصال لكن الاول ان شاء الله. الاخير اخويا جوار جاي شوفي جوار جديد اعطيني النمرو تاعي يا اخويا. مرحبا بك. الرقم تاعك 33 33 تاع السهم اخويا. خير الدين سالم من دم بارك الله فيك. انا من نتاع رمضان من نسيته بالخميس وانا نجبد وانا نجبد وانا نجبد ما كان حد شيء. اليوم راك جبدتي ولديتي. واش راكم خويا عبد الحق؟ الحمد لله. واش راك يا خير الدينك؟ لاباس خير؟ الحمد لله شكر ربي سبحانه وتعالى. العائلة لاباس؟ معاكم اسمع اليوم هو المكان ما عداش الشيخ عماد. لا اليوم الشيخ عماد عنده درس. والكتونة مشغول اليوم. اجبد به الضربية مسكين. لا هو اصلا مشغول اليوم عنده درس يقدم دروس. نعم ورا ما دام كما يحضرش معنا لو عنده درس. راني متابع الامور كله ان شاء الله ربي يثبتنا ان شاء الله. المهم باش ما نطولش عليكم النبي اللي كان ولده كافر هو سيدنا نوح. وكانت القصه في القران مش ثابت على القصه من قال له انا نطلع الجبال قال له اطلع معايا في السفينه قال له طلع قلبك يعصمني قال له تفضل انا يطلع في النور. هذا هو. نعم شكرا لله. بارك الله فيكم وصحه بعد فطوركم. يعطيك صحة صاحبة فطور ورمضان كريم خير الدين سالم. شكرا لك من عن هذا. إذا كان هذا آخر اتصال نعطيكم جواب أكيد بعد استقبال اتصالات هاتفية. النبي اللي كان ابنه كافرا هو سيدنا نوح عليه السلام. وطبعا كانت هذه الإجابة صحيحة تقريبا لكل المشاركين معنا. تحيات زميلنا مراد كان معنا هذا المساء في الساعة هذه الأخيرة. رمضانكم كريم صحة بعد فطوركم. غدوة إن شاء الله تلاقوا في عدد جديد وسؤال متجدد. تصبحون على خير. المسابقة الدينية لإذاعة عنابة برعاية مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة. أشرف الأعراب والأعجم خير من يمشي على قدم كسب المعروف جامع صاحب الإحسان والكرم. أغابيسك أرابيسك أرابيسك أغابيسك مع إذاعة عنابة. أغابيسك مع راديو عنابة. إذاعة عنابة. تجهيزات إلكترونية مميزة في انتظاركم. للفائزين الثلاث الأوائل اتصلوا بنا وفوزوا معنا. اسمع واربح. يسر بيوس أرابيسك. في رمضان باقة إذاعية متنوعة من المواعيد الأثيرية. مسلسلات دينية رمضانية. مواعيد إخبارية ترصد كل أخبار التضامن والتواصل في الشهر الفضيل. وحصص مبشرة لتقديم رأي الدين في أسئلة الصائمين. إذاعة عنابة لقاء كل المستمعين في الشهر الفضيل. من إذاعة عنابة الجهوية نتمنى لكم صيام مقبول ودم مغفور. على
إشهاد. علمنا رمضان حب المشاركة. في كل قاعدة نشاركوا متعة اللمة مع أحبابنا. في كل لحظة من حياتنا نشاركوا الخير اللي في قلوبنا. مع أولادنا نشاركوا القيم اللي علمونا جدودنا. وعلى جال مستقبل بلادنا نشاركوا روح المبادرة. ومع جيزي نشاركوا فرحة رمضاننا. جيزي ترافقكم طوال شهر رمضان بعروض خاصة للبقاء باتصال دائم ومشاركة كل لحظات هذا الشهر الكريم مع كامل الأحباب. جيزي معاها تقدر. رمضان 2023 على أمواج راديو عنابة. أثير الأفان منور بهلال رمضان. برمجة إذاعية مواكبة للشهر الفضيل. برامج تفاعلية. لقاءات إذاعية. حصص دينية. ومساحة إعلامية للثقافة والتنافس. إذاعة عنابة في رمضان. أثير الأفان منور في الشهر الفضيل. تابعونا بعد لحظات الأخبار من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة. بعد لحظات تتابعون الأخبار من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة. تابعونا بعد لحظات الأخبار من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة. القناة الأولى السادسة مساء. الأخبار. فايزة جلول. أهلا بكم. والبداية بالعناوين. مقترحات رئيس الجمهورية حول تكثيف التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف تعتمد كوثيقة رسمية للاسترشاد خلال نقاشات مجلس الأمن الدولي. اجتماع الحكومة يدرس عرضا حول المقاربة الجديدة لدعم المؤسسات الناشئة والتحضيرات الخاصة بتنظيم الألعاب العربية بالجزائر شهر جويلية القادم. أعضاء مجلس الأمة يصدقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي. وزارة الفلاحة تطلق منصة رقمية للتعريف بأسواق المنتوجات الأساسية عبر الوطن. روسيا وإيران تؤكدان أن الغرب يعقد الوضع في أوكرانيا بسبب استمرار دعم كييف عسكريا. أهلا بكم لتفاصيل الجريدة الإخبارية الثالثة من إذاعة الجزائر. بداية، اعتمد مجلس الأمن الدولي الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى نقاش رفيع المستوى للمجلس حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، حيث جدد التزام الجزائر الدائم بمواصلة دعم جهود محاربة هذه الآفة العابرة للأوطان. كلمة رئيس الجمهورية تم نشرها واعتمادها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن الدولي للاسترشاد وإثراء النقاش، وهذا يدل على مكانة الجزائر الدولية وتجربتها الرائدة لمكافحة الإرهاب وكل أنواع الجريمة. تقرير حمزة حسناوي.
اعتماد كلمة رئيس الجمهورية من طرف مجلس الأمن الدولي كوثيقة رسمية للاسترشاد بها خلال النقاشات في اجتماع رفيع المستوى لبحث تطورات آفة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، تأكيد على حرص الجزائر ودورها الكبير في دحر هذه الظاهرة. الخبير الأمني أحمد ميزاب: اعتماد مجلس الأمن ورقة رئيس الجمهورية يدل أولا على قوة الطرح الجزائري وكذلك على عمق ما جاءت به هذه الوثيقة. رئيس الجمهورية عرج على مجموعة من النقاط الاستراتيجية التي تشكل محاور الاستراتيجية في النقاش وفي بلورة رؤى متكاملة على المستوى الدولي أو إقليمي في مجال مكافحة هذه الظاهرة، باعتبار أنه أعطى قواعد التي على أساسها يمكن بناء مفهوم موحد للظاهرة الإرهابية، حدد تطور مسارات الظاهرة الإرهابية وانعكاساتها على الأبعاد المختلفة والآليات الكفيلة بمجابهة ومكافحة هذه الظاهرة. وتواصل الجزائر مساعيها الرامية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك لمكافحة هذه الظاهرة وفق خطط جديدة ومقاربة شاملة. الخبير الأمني علي روينا: جهود الدبلوماسية الجزائرية في توسط في القضايا الشائكة في العالم ورحلتها وفي عدة قضايا معروفة توسطت فيها الدبلوماسية الجزائرية وانتهت بالحلول السلمية بناء على المقاربة التي تعمل الجزائر على المكثفة للدبلوماسية الجزائرية في عملية إفكار صوت الرصاص وجمع الفرقاء السياسيين حول طاولة الحوار. الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية بما فيها الجزائر لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وجب دعمها من طرف الشركاء الدوليين للتصدي لمختلف التهديدات وإرسال الأمن والسلم. اتفاقات ثنائية مع العديد من الدول في حوض المتوسط على مستوى الطاقة، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي والتجاري، وبالتالي حضور الجزائر ممثلة في السيد الرئيس ما هو إلا دليل على أن الجزائر قطعة أساسية في هذه المنطقة. ومن المنتظر أن تنبثق عن الطبعة التاسعة لمنتدى الحوار المتوسطي المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم توصيات تصب في خدمة دول ضفتي المتوسط، كما سيكون للعلاقات الجزائرية الإيطالية الجيدة انعكاساتها على المنتدى. هذا وصار ثابتا بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر الجديدة تحولت إلى حقيقة ساطعة لم تستطع عقليات الظلام وأيادي التشويه طمسها بأساليب بالية، ولم تعد تنطلي أيضا على الجزائريين والجزائريات الذين يرون بلدهم يستعيد هيبته ومكانته وقوته إقليميا ودوليا. ومن بين أكبر الإنجازات التي تحققت في الجزائر الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية هو الاستقرار الذي أضحى علامة مسجلة في كل المستويات والمجالات، ورغم بعض العثرات هنا وهناك والهزات الخفيفة في بعض القطاعات التي لا يفوتها رئيس الجمهورية فيسرع بتوجيهاته وتعليماته إلى تداركها وتصحيحها.
في النشاط الحكومي ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع قوانين ومراسيم تخص عديد القطاعات، ويتعلق الأمر بمشروع تمهيدي في قطاع العدالة يتضمن تنظيم مهلة المحضر القضائي. وفي مجال الشباب والرياضة تبعت الحكومة عرضا يخص التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية في الجزائر شهر جويلية القادم. كما قدم وزير النقل عرضا يخص إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني. كما قدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة الراعية إلى جعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاعة إلى جانب إعداد خريطة وطنية للمناولة. برلمانيا صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم بالأغلبية على نص القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. كما صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم أيضا على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب وعقب التصويت على النص القانوني أكد أنه سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال. نستمع إلى وزير العمل في هذا التسجيل الذي عاد به نادر مساوي. القانون المصوت عليه اليوم سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال، لا سيما مبدأ التنافس مما لا شك فيه. أن هذا القانون سيشكل لبنة إضافية في الصرح التشريعي المؤسس لبناء الجزائر الجديدة في إطار تسيير برنامج السيد رئيس الجمهورية. كما صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم أيضا بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لعام 2020. وفي كلمة ألقاها عقب التصويت أكد وزير المالية العزيز فايد أكد اهتمام الحكومة بالتكفل بالملاحظات والتوصيات المعبر عنها من طرف أعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس الأمة أو مجلس المحاسبة. نستمع إليها في هذا التسجيل الذي عاد به نذير مساوي. سيتم هذه العملية تعرفنا، بينما فيما يخص النكهة العمومية إن شاء الله سيكون الدفتر العقاري سنسحب بطريقة إلكترونية إن شاء الله في هذه السنة. هذا من الأحداث الأولية على المدى أنا أقول القريب والمتوسط. طبعا ما رأينا هو المسار شيء بعيد عن شيء تروحها، يمكن أن نقوم برقم كل قطعة. المسار بدأ تدريجيا إن شاء الله في كل حال من الأولوية الأولوية. قطاعيا أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منصة رقمية تمكن المستهلكين من الاطلاع على نقاط البيع المخصصة للمواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مع تحديد الموقع الجغرافي فيها بها في كل الولايات، وذلك قصد توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار في متناول الجميع. نستمع لمحمد تيفوري مدير الإحصائيات والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. القانون المصوت عليه اليوم سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال، لا سيما مبدأ التنافس مما لا شك فيه. أن هذا القانون سيشكل لبنة إضافية في الصرح التشريعي المؤسس لبناء الجزائر الجديدة في إطار تسيير برنامج السيد رئيس الجمهورية. نعتذر عن هذا التسجيل، كان هذا وزير العمل يؤكد أهمية مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمة اليوم. ونعود إلى موضوع القطاع الفلاحي، حيث أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منصة رقمية تمكن المستهلكين من الاطلاع على نقاط البيع المخصصة للمواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مع تحديد الموقع الجغرافي بهذه المنصة في كل الولايات، وذلك قصد توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار في متناول الجميع. نستمع للسيد محمد تيفوري مدير الإحصائيات والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. الهدف من إنشاء هذه المنصة الرقمية هو تمكين المستهلك من تحديد نقاط بيع المنتجات الفلاحية المتواجدة بالقرب منه، على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء، الحبوب والبقول الجافة، الحليب ومشتقاته، كذلك الخضر والفواكه. نقاط البيع هذه والمحددة جغرافيا تابعة للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية الموضوعة تحت وزارة قطاع الفلاحة، بالإضافة إلى نقاط أخرى عمومية وخاصة. المنصة تتيح إمكانية إنشاء وتتبع المسار المؤدي لنقاط البيع، وذلك
باستخدام خاصية تطبيق الملاحة المثبت على هاتف المستهلك عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال رقمنات مختلف الخدمات العمومية المنوعة، وتوفر المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار اقتصادية وتنافسية. دولية النشرة نستهلها بقطار الإرسال الإيراني، حيث صرح وزارة الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن حلف الناتو بات يقاتل على مجال إلى جنوب كييف، وأن الفارق في المنزل على مستوى لا يترك مجالا للمزيد. وفي تصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع العمال الإيراني حسين رضا في موسكو، أبرز لافروف أن موسكو وطهران تؤكدان رفضهما للنهج الغربي في التعامل مع دول العالم. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعتقد أن الغرب يعقد الوضع في أوكرانيا لتقديم الأسلحة لكييف، وأضاف أن بلاده اقتربت من الانتهاء من إعداد وثيقة للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع روسيا. كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عن اجتماع متقبل روسيا وتركيا وإيران وسوريا سيعقد الأسبوع المقبل في موسكو. الآن نتابع مختصرات دولية مع إسماعيل عسل. عشية الذكرى 47 ليوم الأرض، الفلسطينيون يواصلون النضال والصمود في وجه المشروع الاستيطاني الصهيوني. وفي المغرب احتجاجات غدا في عدد كبير من المدن ضد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني. في فرنسا ورفضا لقانون التقاعد الجديد، شلل في الملاحة الجوية بأربع مطارات دولية نهاية هذا الأسبوع على خلفية إضراب الطيران المدني. أسعار النفط تواصل ارتفاعها ليتجاوز خام برنت 79 دولارا للبرميل. ختام جريدة الإخبارية الثالثة، إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء.